بدنا نقول انه صدر ب 22 نيسان يعني من حوالي تقريبا سنه 3 4 اشهر وعم بحقق يعني مبيعات كثير قويه حتى هو من اكثر الكتب مزبوط هيدا شيء مزبوط لان العالم شافوا انه هيدا شيء ريل هيدا شيء انه من حياتهم اليوميه ما عم نحكي عن شيء ما فيك تحصلي فيها عليها انه هيدا شيء انه بحكي عن الحياه والموت عن السعاده عن الوقت الحاضر عن التقسيم انه قد ايه وقتنا ضيق بحكي عن الاصحاب بحكي عن الزيت انه كل شيء شو ما بدك بتلاقي مع انه كتاب صغير حجمه انه كثير كبير يعني. وكمان ميراي بدك تلاقي انه كل شخص بيقرا هالكتاب بيلاقي حاله بمطرح معين لان كل واحد عنا ضعف قد ما كان نحن انسان كمان بحكي عن هيدا الشيء مش معناتها انه نحن بوزيتيف يعني العال كل شيء صار جريت كل شيء منيح بعقلي وكثير مبسوطين لا اكيد مش هيك لان كمان اتس اوكي لحتى نكون شوي زعلانين او عندنا وقت انه منا كثير 100% بس هال وقت اللي منا مبسوطين بيقدر يكون 90% او بيقدر يكون 10% انا هون الفرق عم بحكي بدل ما نكون انه مكتئبين او زعلانين او قلقانين او كل الاشياء اللي عم نمرق فيهم هلا بدل ما يكون هودي يكونوا 90% من الوقت لا خلينا ننزلهم ل 10% اذا فينا كثير منيح بقى هيدا هيدي الفكره هو لمين موجه الكتاب لأي فئة عمرية يعني في فئة عمرية معينة مثلا يلي تخطوا مرحلة المراهقة يلي عندهم نضوج فكري أنا ميراي كفكرة أساسية أنه فكرت أنه هو دي النوع من الكتب أكثر شيء أنه دي أتراكت أنه بين 20 و40 إذا بديك هلأ ناس بلشوا يشتروا هيك بس يلي صار أصحابي بعرفهم والناس يلي عم يكتبوني انه اولادهم اللي تينيجر صاروا يقروا واهلهم اللي اكبر منهم بيهم او امهم كمان صاروا يقروا يعني هون ان كان رجال او مره انه ما بقى في حدود This is a book for everyone لان كل واحد عم بيستفيد وكل واحد عم بيلاقي حاله مطرح معين مثل ما قلت لك قبل وهيدا الشيء انه كثير حلو لان ال 15 year old عنده حياه قدامه يعني اذا بيستفيد وبتستغربي قد ايه في ناس بحبوا يقروا نحن اختين فكره غلط انه ما حدا عم يقرا ما حدا عم يقرا مزبوط. لا في كثير عالم عم يقروا في كثير عالم عم يستفيدوا كمان وهذا الشيء كثير حلو نعم انيتا يعني نحن بنعرف دائما انه بكتب من هالنوع الثقه بتكون للكتاب الاجانب يعني كل شيء غربي غريب عنا بنعطيه ثقتنا مثل ما قلت حضرتك لبنانيه ونحن بنفتخر اكيد فيك وعم بتحقق مبيعات كثير كبيره هالشيء لشو بيرجع برايك ما نحن لا ما بنقرا غير الكتب الاجنبيه خاصه اذا بتتناول هيك مواضيع كيف بتفسري هالشيء ما بعرف ولا هلقد في بوزيتيفيتي بالكتاب هلقد كان بوزيتيف هيك عدد لا نحن كانه العالم انا عم تساليني هالسؤال انا عم بقول ليش ما كتبت قبل ليش لان عم بشوف قد ايه في نيد قد ايه في حاجه لهالشيء من رد فعل الناس انه بدهم حيلا شيء يغيروا حياتهم بدهم حيلا شيء يشتغلوا على حالهم في كثير نسبه من الناس انا عم شوف هالشيء ولبنانيه اكيد انه قلت لك انه هذا الشيء عم بيساعد يعني I'm one of them بدي جاي من برا عم بعطيهم lessons منهم فيهم يعني بتعرفي كل شيء يعني the positive view هيدا اول كتاب لك وكمان عرفت انه في كتاب ثاني عم بيتحضر هالمره شوي رح تطلع من اليو رح يضاف عليها تتصير اس Exactly. نعم. الأس لمين رح بيكون موجه يعني الأس as couple يعني ولا كيف؟ It is like three sections. Okay. Friends, couples and families. It's funny you're asking me إنه مهضومة عن جد لأن هلا عم بكتب الأس وأنا بلشت مع الأس على أساس إنه the positive relations بس كل يوم عم بكتشف إنه كمان it's about you. أنا وعم بكتب عم بكتشف إنه قد ايه بدنا نكون بمجتمعنا كمان إنه أنا إذا الطريقة يلي بشوف العالم كمان it depends on me مش الشخص يلي بوجهي إذا أنا ماني positive ماني منيحة ماني إيجابية مش رح كون علاقاتي مش رح يكون منيح مع العالم بقى كمان نرجع بحكي عن كل شيء هونيك الأصحاب والجو الشغل والكوبلز وكل هود المواضيع يلي بهمونا كلنا وأنا من وراء الريدرز كمان
عم شوف النقط المشاكل اللي عندهم وعم ركز على هودي الاشياء، يعني الناس شو حابين يغيروا، شو الاشياء اللي عم بيزعجون باصحابهم او باهلهم او هودي كثير مواضيع يعني ما كنا مسترجي نحكي عنهم. هلا فيك تفوتي تشوفي انه لا not all families are doing great، وقتها بتعرفي هالشيء انه مش كل العيال ماشي حالهم، انه كلنا عندنا مشاكل بس على القليله عم نشتغل عليهم، تنبسطي بتلاقي حالك مش انت لوحدك. هون انا عم شدد على هودي النقط. يعني يلي بيزوروكي بالكلينيك لحتى ما نقول عنهم مرضى، قد ايه عم يستفيدوا كمان من الكتاب ومن انت توجيهاتك؟ يعني قد ايه الكتاب عم بيكون داعم؟ هلا يلي عن جد بيعرفني بيقولوا لي انيتا كانك قاعده حد منا وعم بتخبرينا، وهن اكيد ار فاميليير، هن كثير بيعرفوا البرنسبلز تبعولي وبيستفيدوا كثير لان عم بيطبقوا انه تشابتر باي تشابتر، بنبلش مع السلف بنفوت على living in the present، عم بيطبقوا كل شيء chapter by chapter بحياتهم. وانا ديجا مجربه هودي، مش راح اقول مجربه على الناس اللي بيجوا لعندي، مش حلو التعبير، بس انه انا وعم بكتب كان عندي ناس مختبره هالشيء اكزاكتلي انه عملنا هودي الستبس ولاقوا حالهم تحسنوا. اذا بدك اذا مش 100% في كم واحد عملوا 90% انه شافوا الحياه انه لا ما بدها هالقد، اذا بنهونها بتهون. نحن نسمع عاده هو كلمات بالحياه بس ما بنعطيهم كثير اهميه، انه هونها بتهون بس ما بنعرف كيف عن جد نقدر نطبقها. بس نهار اللي بدك تعوزيهم عن جد كل هودي الامثال كل هودي بتلاقي التروث انه قد ايه هن مضبوطين. ما في شيء بيطلع من عدم. قبل ما نختم معك ذا بوزيتيف فيو، قد ايه فينا نقري كم مره؟ يعني كل ما نقريه بنحس انه عم نستفيد اكثر، لانه صغير بتحس بدك تقريه بسرعه وتقريه بفرد نهار يعني وبيقطع معك، كل قد ايه برايك واحد لازم هيك يرجع يكب عينه؟ حسب ما عم بيقولوا لي الريدرز، كل ما بيكونوا بحسوا حالهم بيفتحوا حيلا صفحه لان كله اتس فيري ويل اورجنايز، بتلاقيهم كثير منظم كل شيء، بيفتحوا حيلا بيج وبيصيروا يقروا. حتى انا انه اوقات بلاقي حالي لا انه أنا بدي خليني شوف بترجع كمان برجع بقرا لأن كل مرة بتلاقي شيء حسب أنت المود حسب شو حاسة بهالوقت شو عندك مشاكل. بقى هذه هي يعني ذا بوزيتيف فيو، هذا هو الكتاب اللي حكينا عنه مشاهدينا مع أنيتا باباز المعالجة النفسية والكاتبة، خلينا نقول لأنه هذا أول كتاب لإلك وكمان جاي الكتاب الثاني ذا بوزيتيف أس. اوكي بعدين شو التالت رح بيكون؟ ما عندي فكره، ما عندي فكره. نحكي عنه انطباعا لك هنا. اوكي اهلا وسهلا فيك وان شاء الله دائما الايجابيه بتكون موجوده بشخصيتك مع الاخرين وبكتبك كمان. اهلا وسهلا فيك مشاهدينا، رح نتوقف مع فاصل قصير وبنرجع نتابع معكم يوم جديد.